بيل غيتس واحد منهم وهو مؤسس طبعا شركه مايكروسوفت كان احد ضحايا شائعات مؤامره كورونا ولقاحاتها وهو ما جعله حريصا على ان يكون قاطعا في نفي ما تردد من نظريات المؤامره المتداوله على شبكات التواصل الاجتماعي وقال الملياردير الامريكي هذه الافكار المجنونه تنتشر بطريقه ما على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل اسرع من الحقيقه، واضاف انه مندهش من ظهور اسمه في نظريه المؤامره هذه، وقد اتهمت الاخبار المزيفه بيل بانه يريد التخلص من 15% من السكان تحت ستار تطعيمهم باللقاح، وفي مقابله مع موقع جي ام اكس الالماني اكد انه يريد الترويج للتطعيمات لانقاذ الارواح. ويامل في الا تؤدي نظريه المؤامره هذه الى تنفير الناس من اللقاح كما قال